ان شاء الله كل الامور تمام. شيء نظم شيء ممتاز. الله يعطيك الف عافيه. وهلا رح اسحب له العين. الله كثير كثير طيبه. بعرف انا في ناس كثير ما بيحبوها بس انا بنظفها هيك. شوفوا انه البقبق هيك شايفين. وهلا هيك صارت عين جاهزه. وفيها العافيه. شغله على كيفكم على الاول. والله شغله ممتازه. الله يسعدك. ميدين عمي ابو عمر. الله يسعد كل اوقاتكم. اليوم زارنا الاخ علي وطلب صينية قشه وطلب كيف بتتنظف وكيف بتتظبط هالاكله اذا انطلبت بالعظم. واهلا وسهلا فيكم. بتمنى انتم كمان تزورونا بتنورونا. البيت الدمشقي بيتكم وبيت الكل وبنستقبلكم بالفل. والسلام عليكم. اليوم عنا ضيف كثير عزيز علينا. الله يسلمك يا اخ علي. مقدم وحب ياكل عنا بالبيت الدمشقي. وإن شاء الله رح نرجيكم. حاب يطلب هيك راس بالعظم وحابين نرجيكم الراس بالعظم كيف هيك نيفا وكيف هيك بدون شيء فارغ. نعمل هي وهي إنسانات الخاروف اللي كثير بتحبوها. وطبعا هي إحنا كمان إحنا بالنسبة للراس بالعظم إحنا نعمله هي وبينزل لحاله. بينزل لحاله. وهي اللحم صار هيك جاهز. يا سلام. والسانات هي هلا بنكمشهم من هون. هيك اللي اكل عنا وطلب راس بالعظم وما عرف ينظف الراس حابب اليوم هيك ارجيه شوي صغيره شلون نحن بنقشر لسان تقشير. شايفين شلون قبل الاكل اجباري لسان لازم يتقشر. بتقشر هيك. وهلا بنقول للاخ علي بعد ما تقشر لسان خذ لك شي عضه. اه ان شاء الله فيها عافيه. يا سلام. وهلا رح اسحب له العين. الله كثير كثير طيبه. بعرف انا في ناس كثير ما بيحبوها بس انا بنظفها هيك. شوفوا ان البقبق هيك شايفين. وهلا هيك صارت عين جاهزه. وفيها العافيه. شغله على كيفكم على الاول. والله شغله ممتازه. الله يسعدك. ميدين عمي ابو عمر. الله يسعدك. الله يسلمك. كمان هالفته باللبن والشيء على كيفك. والله الفته المشكله ممتازه. بين من منظره طيبه. اما وهي الصينيه مثل ما شايفين فيها راس بالعظم. عنا لسانات هون القشره جاهزه مثل ما شايفين على كيف كيفكم. هون الكوارع المقادي سموها ما شئتم بس طعمتها كثير طيبه. هي الخاعات بالحلبي بيقولوا لها زواغ. عنا هون السجقات المنبار طبعا مو مقلي وهي المنبار المقلي. وهون عنا الباس ماشكات لحمه محشيه لحمه ورز. وهي اللي بيقولوا لها طعام الملوك لانه لحمه اصلا محشيه لحمه بس نحن حشيناها رز. انا شفتها هيك اضبط واطيب. وان شاء الله جربوها ما بتندموا. ونشوفكم بخير. الله يسعد كل اوقاتكم. اهلا وسهلا يا كرام والتحيه والسلام من دمشق هالطعام والاكلات الشاميات. ابو عمر طبخ الخروف والرزات الوف الوف يا عيني على هالملفوف والحافاتي والسجاد. والنفس الشامي يا خال شو بدك كله عالبال يا برق محشي عال العال والدهني مع الشرحات واليخني بالبطاطا يا عيني عالبساطة تتاكل هلا حاطة مع أشهى المقبلات ملوكية يا ملوخية وقدام الكب النيت بدي معها شكرية ودوقني الشش بركات. الكوسة وشيخ المحشيت شو طاري على كرشي ما بيضيع لي قرشي بالفوائد والبركات.
تبسمني يا غالي وفول بلبن يا حلالي يستاهل كل المالي هالقوزي مع السلطات بهديكم احلى الاحساس يا اغلى من الالماس بهديكم احلى الاحساس يا اغلى من الالماس وبعيد الفطر يا ناس حضرنا هالمعمولات البيت الدمشقي.